وخلينا ننتقل بيكم زي ما قلت لكم الى خبر قناه السويس. قناه السويس تواصل تحقيق الارقام القياسيه بتاعتها، ودي ارقام ما كناش بنشوفها قبل كده. وعايز اقول لحضراتكم ان هذه الارقام في ظل التجاره الحاليه في العالم، وفي ظل ارتفاع الاسعار، وفي ظل ارتفاع الوقود، وفي ظل ان شبكات النقل وغيره وغيره متاثره تماما، وروسيا واوكرانيا والحرب والتضييق وكل هذا الكلام، لما يرتفع دخل قناه السويس حققنا زي ما قلت لكم يناير 2023 الدخل بتاعنا تخطى 800 مليون دولار، بقى 802 مليون دولار. وهذا معناه ان العبور في القناه اصبح اكثر سرعه واكثر توفيرا للسفن. خدوا بالكم ان السفن العملاقه في العالم او كل السفن اللي احنا استعدينا ليها لما عملنا القناه الجديده، قناه السويس الجديده يا جماعه، هي مش رفاهيه، ده انت زودت الغاطس علشان تاخد الحمولات العملاقه اللي كانت بتيجي وتدخل بيها الى هذه المنطقه وتعدي بسرعه، وفي نفس الوقت ايضا قدرت انك انت تاخد القوافل رايح جاي بشكل سريع جدا، فاصبحت اكثر توفيرا للشركات الناقله، لان هو بيحسبها ايه؟ بيحسبها بلتر باللتر. يقول لك طب لو انا لفيت من تحت، لو انا مشيت من راس رجاء الصالح، لو انا طلعت من هنا، ايهما اوفر بالنسبه لي؟ ورغم كل ما يحدث في العالم عادت حركة الملاحة، وعمرها ما بتتوقف أبدا، ممكن بتقل شوية ولكن تعود حركة الملاحة وهتبدأ ترتفع، وهذا معناه أيضا أنه سيكون هناك ارتفاعا بالنسبة لنا، هيكون هناك ارتفاعا بالنسبة لنا في العوائد بتاعة قناة السويس. متنسوش قناة السويس، في ناس كتير جدا بتطلع وتقول سيكون هناك منافسة، سيكون هناك تغيرات، سيكون كثير، ناس كتير جدا، انا اسف في الكلمة اللي هقولها كده، تتمنى لنا الفشل. ولكن بتثبت القرارات اللي اتخذت واللي احنا عملناه والاستثمارات اللي احنا عملناها علشان نعمل ده، ان احنا كنا على حق، وان البلد دي الحمد لله الحمد لله قدرت تعمل معجزة وتعدي بيها في زمن مش هيتكرر مرة أخرى، لا بالأسعار دي ولا بالطريقة دي ولا في التوقيت ده، ولا سيكون له هذا الأثر، لأن أنتوا ما تنسوش أن أنتوا لسه عندكم شرق القناة كله، أو شرق القناة كله كان لازم يتنظم علشان تقدر تحضر عشان تجذب الاستثمارات اللي أنت عمال تسمع عنها دي، اللي عمالة تجيلك شرقا وغربا. طب لو أنت ما كنتش شقيت ده وخلصت ده ورتبته ونظمته ورسمته، هل كان هيجيلك وانت بتستعد او بتخطط، او هو بيعرف ان انت عندك هنا خنقه، وانك هتضطر في يوم من الايام تقول له النبي زحزح كده شويه عشان هضطر ان انا اوسع القناه او اكبر، لو كنت قدرت في ذلك الوقت او في الوقت الحالي او بعد 5 سنين، ما اظنش ان انت كنت هتكون بالقدره على الجذب الاستثماري في هذا القطاع وفي هذه المنطقه بهذا الشكل على الاطلاق. الحمد لله ان احنا عملناها. يتبقى بالنسبه لنا ايه؟ طيب ما احنا زودنا اسعار، احنا ادينا للناس حقوقها تماما، وفي ظل الازمه مصر وقفت وقناه السويس لو حضراتكم تفتكروا، وكان لي حديث مع الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس حول هذا الامر، وتحدثت معه عندما قررت الهيئه خلاص احنا كده عدينا الناس من الازمه بتاعه كورونا وما يحدث والى اخره، فنعود الى اسعارنا ونرفع بالاسعار الجديده لقناه السويس. على الهاتف الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس. سعاده الفريق مساء الخير يا فندم. النور يا فندم، اهلا وسهلا. اولا الف مبروك على هذا النجاح الشهر ده، 802 مليون دولار عوائد او ايرادات شهر يناير، وده الاعلى في تاريخ قناه السويس، صح يا فندم؟ تمام، بزيادة 45% تقريبا، 47% الحمد لله. 47% عن السنة اللي فاتت. الحمد لله. السنة اللي فاتت كان الشهر يناير 545 مليون دولار. ده نفس الشهر السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت، احنا دايما بنقارن بالمثيل ليه يعني. بالظبط كده. طب ممكن أسأل حضرتك سؤال سعادة الفريق، يعني سعادة الفريق، هل كده نعتبر أن عادة الملاحة الدولية إلى طبيعتها، ولا لسه بتتعافى بعد الكورونا وبتتعافى بسبب الحرب؟
الاوكرانيه؟ لا نقدر نقول لا، هي ما وقفتش صراحه في الحرب الاوكرانيه، وهي تعافت طبعا بعد كورونا فعلا 22 كانت بدات تتعافى ومستمره الحمد لله. يمكن ما فيش التجاره العالميه والنقل البحري يعني يمكن شغال بوتيره كويسه جدا دلوقتي وفي اعلى معدلاته، يعني نعتبر دي في اعلى معدلات النقل البحري. طيب. الحمد لله نقدر نقول ان الحرب الاوكرانيه الروسيه ما اثرتش على النقل البحري، ممكن اثرت على حاجات اخرى. طب كويس، خليني اسال حضرتك، طيب السبب في الزياده ايه؟ يعني السبب في هذه الزياده تقريبا حضرتك بتقول لي حاجه و40%، السبب فيها ايه؟ مزيد من التجاره في انتعاش؟ نشوف كده معدل العبور الشهري بالنسبه لنقلات البترول، هنلاقيه ان هو شهر يناير ده عدى 677 سفينه للبترول يعني والغاز الطبيعي، ودي اعلى وباعلى حموله صافيه كمان كانت في حوالي 34 مليون طن. والصب الجاف برضو ارتفع بحوالي 17%، وحملات السيارات كانت وقفت السيارات شويه برضو ارتفعت بنسبه 16%. كل ده يمكن هو اللي ادى الى الزياده، لان طبعا احنا بنقول ان السفن اللي كانت بتنقل الغاز والبترول من روسيا واوكرانيا لاوروبا دي اساسا ما بتعديش في قناه السويس فتوقفت، فاصبح اللي بيعدي بيجي دلوقتي كله من شرق اسيا او من الخليج وبيدي، فدي عمل يعني كمان دي عدد سفن زاد احنا ما كانش بيمر عندنا قبل كده، ما كانش بيجي يعني. ما كانش بيجي وبأصبح بيجي دلوقتي علشان بيجي نتيجة انه بيمد اوروبا بالغاز الطبيعي والبترول، فدي ممكن يكون سبب من الاسباب يعني. كويس، طب عدد السفن 70 سفينة ده، يعني انا راجل معلش عشان انا متربي على ضفة القناة، عدد السفن 70 سفينة ده عدد ضخم جدا، انك انت يوميا عندنا 70 سفينة، هل القناة قادرة ايضا على استيعاب المزيد منها؟ طبعا هو حضرتك زي ما بتتكلم، طبعا احنا كنا بنتكلم، خلينا برضه نعيد الفضل لاصحابه، قبل قناه السويس الجديده كان المعدل اليومي احنا بنعمل متوسط معدل يومي، المعدل المتوسط اليومي كان 42 ل 45 سفينه. ده كان اعلى ده اعلى معدلات عندنا قبل قناه السويس الجديده. طبعا بعد قناه السويس الجديده وقرار السيد الرئيس انه تدخل في سنه واصراره على كده ومتابعته للموضوع دون وافتتاحها طبعا في 6/8/2015 اصبح بقى عندنا قناتين ممكن نستوعب عدد سفن اكثر، فتضاعفت الكميه. يعني احنا دلوقتي احنا كنا بنتكلم المتوسط يعني من اسبوعين ثلاثه كده كان المتوسط اليومي كان 68، دلوقتي وصل 70، لكن مش معنى كده ان ده اكبر رقم بيمر عندنا، يعني احنا كان معدي عندنا 94 سفينه في شهر نوفمبر اللي فات، لكن قصدي احنا المتوسط المعدل اليومي بقى 70 سفينه، وده رقم على فكره كبير زي ما حضرتك بتقول، يعني الرقم ما كانش تسعه وقناه السويس واحده، وقناه السويس الجديده هي اللي عملت الموضوع ده ان احنا اصبحنا جاهزين ان احنا نستقبل عدد سفن اكبر بحمولات اكبر وحمولات ويعود عائد علينا بالدولار اكبر، ده كانت الفائده من قناه السويس الجديده الحمد لله رب العالمين. طب عايز اتكلم في الاحصائيات بقى بتاعت الارقام العامه بتاعت السنه، ان احنا عندنا 41 مليار دولار ايرادات قناه السويس مقابل 35.5 مليار في السنوات السابقة، ممكن حضرتك تفسر لي هذه الأرقام وأهميتها إحصائيا بالنسبة لكم إيه؟ خلينا نقول يعني إحنا لو بنتكلم في السنة دي يعني بالذات، إحنا بنتكلم مثلا إن إحنا عملنا 8 مليار، يعني السنة اللي هي الميلادية من يناير لديسمبر سنة 22 عملنا 8 مليار دولار. تمام. طبعا كنا عاملين قبل السنه اللي قبليها كنا عاملين 7 مليار دولار، اللي قبليها كانت 5 مليار و800 مليون دولار. يعني نقول كده ان العدد في زياده، نصب ان شاء الله ان خلال الست شهور يعني نقفل السنه الماليه ان شاء الله ب 8 ويمكن ونص او 6 من 10 او 600 مليون يعني دولار. الارقام دي برده هي معدل برده ومؤشر لقناه السويس الجديده. ان احنا كنا بنتكلم في ال 1000 قبل 2015 يمكن استمرت 2015 16 17 بنتكلم في ال 5 مليار دولار، من بعد 17 دخلنا في 18 و19 20 ونفس 20 برضه قلت شويه لكن فضلت في المعدل لان نتيجه الممارسات التوسقيه اللي احنا عملناها طبعا والحزم اللي احنا عملناها، فكنا بنشتغل في 6 او 5 8 و6 و6 و2 و6 4 بنتكلم بقى على سنة 2021 ابتدى 21 و22 احنا بنتكلم لا في 7 وبعدين 8 وبعدين دلوقتي احنا بنتمنى ان شاء الله باذن الله يعني حساباتنا بتقول ان احنا هيبقى 8 و6 من 10. ده برضه احنا بنرجع نقول ان احنا زودنا الرسوم في يناير وطبقناها كنا مصرين عليها وجالنا اعتراضات كتير المبلغ اللي احنا بنزوده دوت، لكن هو ده السوق، يعني انت بتتكلم طبقا للسوق، يعني زي ما نزلنا قبل كده تخفيضات في كورونا من 17% ل 75% احنا بنزود دلوقتي 15%، شايفين ان اللون والتأجير بيغلى وان اللون بيزيد فلازم نتمشى مع العمليه.
وده برضو يعني يقول لك اصل انت زدته عشان الايراد زاد عشان الايرادات اللي انت عملتها. طب ما الزياده ده شغل، انا ممكن اعمل الايرادات دي واخسر، لكن لولا ان هي محسوبه مظبوط ودايما بندي متطلبات العميل ان هو لازم يعبر في قناه السويس ولا احسب حساباتي مظبوط، فحته ان احنا نزود 15 ولا 12 ولا 10 ليها حسابات، ده شغل يعني، ده شغل معمول ان احنا نبقى لازم نبقى مع السوق، ما نفضلش واقفين متجمدين والسوق حوالينا بيتحرك. بس دي انا احب اوضح لحضرتك النقطه دي مش للمستمعين يعني. سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بشكر لك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.